سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا شكيلات ديال اللوز من بريوات ومحنشه وسيجار. العقده ديال اللوز راني حاطاها في القناه، غير هي بلاصه ما نديرو كيلو ديال اللوز مع نص كيلو ديال السنيده نطحنوهم، كنديرو كيلو ديال اللوز مع 300 غرام ديال السنيده ونطحنوهم. يعني الفرق كيكون غير في السكر، لان مازال كنطفيو هاد البريوات في العسل، يعني كيتزادوا يحلاو. من الاحسن اننا نقصوا سنيده، اللي بغى يخلي السنيده هي في العبار ديالها يخليه، واللي بغى ينقص الحلاوه ينقص من السنيده. ومن الاحسن نقصوا من السنيده وديروا 300 غرام ديال السنيده. هنا كيف ما كتشوفوا العقده راها كتجي معلكه، ضروري انها تجي معلكه باش كتسهل عليكم ملي تبداو تشكلوا في البريوات او لا تشكلوا في المحنشه، ما كتقطعش ليكم ما حتى شي حاجه. والسر هنايا في الجليكوز، كديروا معلقه ديال الجليكوز كتعجنوا به العقده. على اي راها العقده راني حاطاها في القناه، يمكن لكم تمشيو وتشوفوها. الا طلقات لكم الزيت ما تخافوش، زيدوها غير المزهر، غير ما تزيدوش بزاف ديال المزهر، بداو كتكبوا شويه ديال المزهر ودلكوا مزيان حتى كيتقطع الزيت وما كيبقاش. المهم نخليكم مع تتمه الفيديو وفرجه ممتعه. هاد الحريبلات اولا هاد اللوز درتو عبرتو، درتو على قياس 12 غرام. هنا درت الزبده، وهنا درت الصفر ديال البيض باش نلصق. هنا غادي نجي ونقسم الورقه على جوج، ومن بعد نقسمها على جوج. الورقة خاصة تكون جديدة، تكون مزيتة مزيان، إلا ما كانش مزيتة زيتوها نتوما. صافي ها هي قسمتها، غادي نرجعها للبلاستيكة وناخد القياس اللي غنخدم به، نديرها في البلاستيكة وناخد القياس اللي غادي نخدم به. هذا هو اللي غادي نخدم به. غادي نحيد هنا، غادي ناخد الجهة الحرشة غادي تكون من الفوق، والجهة الرطبة تكون من التحت، كناخدها بحال هكا. وغناخد حربول، كنحربلها مزيان، كنجي هنا ونحطو كيف ما كتشوفوا، وكنبدا نتني، ما نزيرش بزاف وما نرخفش. صافي، وكنبقى بحال هكا. غناخد صفر ديال البيض، الا ما بغيتوش ديروا صفر ديال البيض ديروا الدقيق مع الماء، طربوهم مزيان. صافي، ولصقوا بهم. صافي، نبقى غاده بحال هكا، بحال هذا الشكل هذا. نزيد نحربلها شويه بيدي. صافي، وغادي نجي ونبدا نتني هكا بحال هكا، غاده ونتني وما نزيرش التنيه بزاف، غيعطيني هذا الشكل هذا. غنقلبو بحال هكا، ونجيب الصفر ديال البيض ندهن به هذا، وندخلو هنا. ونضغط، صافي، كيعطيني هذا الشكل هذا. غنعاود معكم واحده اخرى، كناخذ
الورقه ديال البسطيله كنقلبها على الوجه ديالها بحال هكا. كناخد حربول كنحربلو مزيان، نحطو هنا ونخلي شويه الجناب خاويين، ما نحطوش على الجناب كاملين. كنتني بحال هكا و كنلصق بالبيض. كنزيد شويه نبسطها وكنجي نبدا نتني فيها بحال هكا. كيف ما قلت لكم ما نزيرهاش وفي نفس الوقت ما نرخفهاش، كنقلبها وكندهن بالبيض وكنجيبها هنا وكنحاول ندخلها، ولا كناخد شي حاجه بحال هكا وكندخلها لداخل. صافي كتعطينا هذا الشكل. غنبقى غادا حتى غنكمل هاد المحنشه ديالي كامله ونتلاقاو. القياس اللي بغيت نصايبو درتو، غادي نديرو في الفران. الفران سخون على 180 درجة. غادي ندهنهم غير بحال هكا غير بيديا بديك الزبدة. صافي وغادي ندخلهم الفران سخون على 180 درجة، نخليهم يطيبو وما نخليهمش يطيبو بزاف، لان كيقصح اللوز الى طابو فاتو القياس ديالهم ديال الطياب. صافي غنخليهم دابا يطيبو الفران وندوزو باش نصوبو السيكار ديال اللوز. صايب صبيعات ديال اللوز، خديت هاد الحبات ديال اللوز وعبرتهم على القياس ديال 16 غرام وحربلتهم بحال هكا. دابا غادي ناخد الورقه بحال هكا وغادي نحط الصبيع ديال اللوز هنا، وغادي نجيب هاد الحاشيه هنا وهاد الحاشيه هادي غنجيبها حتى هي هنا بحال هكا، وغادي نضغط. غادي نجيب الصفر ديال البيض ندهن به هاد الجهه اللي من هنا ونطوي ونضغط غير بشويه، نحاول ان ما يدخلش ليا اللوز كيعطيني هاد الشكل. غنعاود معكم وحده اخرى. كنجيب هاد الورقه، راني قسمتها كيف ما قسمت الورقه على حسب الورق على حسب المحنشات. كنجيب الصبيع نحطو هنا، كناخد هاد القنت هذا نجيبو هنا وهاد القنت حتى هو كنجيبو هنا بهذا الشكل هذا.
وكنبدا كنتني. ملي كنتني التنيه الاولى كنورك بحال هكا، وكنبقى غاده، وكنجي هنا كندهن بالصفر ديال البيض صافي، وها هي وجدات. نعاود معكم واحده اخرى، كنجيب الصبيع كنحطو هنا، كنجيب هاد الحاشيه اللي كتكون هنا هنايا في الوسط، وكنجمع الحاشيه الاخرى بحال هكا، كنجمع الولويه الاولى وكنورك غير شويه، ما نوركش بزاف باش ما يخرجش ليا اللوز، وعلى حسب الورقه عاوتاني هنا يعني الورقه خاصها تكون مزيانه. كندهن هنا الفوق بالصفر ديال البيض، وكنكمل الجميع ديالها، كتعطيني هذا الشكل. غادي نبقى حتى نكمل هاد الحبات اللي عندي كاملين، وندوزو باش نشوفو البريوات. خديت الورقة وقطعتها شرائح طويلة بحال هكا، غادي نوريكم كيفاش كندير ليها. غناخد هاد الشريحة الاولى ديال الورقة، هاد الحبات بوزن 8 غرام كنحطها هنا، وكنبدا نشكل في البريوات. هنا بريوات بغيتهم يجيوني صغار، بغيتهم شي يجيوني كبار صافي. غادي نحبس هنا، وكنجيب المقص يعطيني هذا الشكل. بالنسبه لهادو غادي نخليهم حتى الاخر، ونبقى نزيد وحده على وحده، ونبدا نشكل بهم بريوات، يعني ما غاديش يضيعوا. غناخد الشكل الثاني هنا على الجهه اللي حرشه طبيعه الحال، غنقلبها، وغادي ناخد حبه كنديرها هنا، كنديرها هنا، ونبدا كنلوي وانا كنلوي وانا كنبسط في البريوه بحال هكا. غادي ندير هنايا الصفر ديال البيض، وغادي نثنيها، غنجيب المقص صافي، وكيعطيني هذا الشكل. غنبقى غاده بحال هكا حتى نكمل هاد الحبات اللي عندي كاملين، وندوزو باش نقليهم. خرجت هاد المحنشه هادي، خرجتها من الفران، كنديرها هنا في العسل ثقيل، ونخليها حتى تشرب العسل مزيان، عاد باش غادي نحيدها من العسل. بالنسبه لهاد السيجار راني رميته. بالنسبه للزيت كيف ما كنقول لكم ديما، ديروه يسخن مزيان، ومن بعد نقصوا عليه، عاد حطوا البريوات ولا هاد الصبيعات ديال اللوز، يعني ما تحطوهمش في الزيت سخونه، لان دغيا غادي يتحرقوا. كما كتشوفوا غادي نبدا نحيد في هاد السيجار، ما نخليهش يتحمر مزيان، لانه غادي يكمل التحمار ديالو في العسل.
ثلاث البريوات، ما كنحمرهمش بزاف، كنخليهم غير مذهبين شويه لان العسل كيزيد يشد فيهم وكيزيد يعطيهم اللون. غنخليهم تقريبا واحد ربع ساعه، قد ما خليتهم قد ما مزيان نخليهم يشربوا العسل مزيان ويتعلقوا، ومن بعد عاد باش غادي نحيدهم من العسل. كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوهم، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اللي مازال ما تابوناش في قناتي، مرحبا بك في القناه، ومرحبا بلايكاتكم، نتمنى انكم تشجعوني. هذا الشيء اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم.